يا جماعة ازيكم؟ ان شاء الله كويسين. الاخبار شنو بالله؟ انا ياسين شمس، وللناس اللي بتعرفني بتعرف انه انا بحب اسافر، وبالذات انا بحب اسافر جوا السودان. رح اكون معانا الشمالية الليلة ونوريكم حصل هناك شنو. انتوا عارفين ان بسبب العوامل الطبيعيه والاستعمار نحن فقدنا معظم اثارنا وتراثنا. في الولايه الشماليه وفي مكان بيبعد نص ساعه من مدينه كريمه حتلاقي موقع الكرو السياحي. موقع الكرو معروف انه مدفون فيه بعانقي واسرته. بعانقي او الملك بعانقي هو اول ملوك مملكه كوش بنبته. اتوضع على العرش بعد انتخابه من الكهنه ووافق عليه الشعب، يعني ده اول ملك ديمقراطي في السودان وتم انتخابه من قبل الشعب. بس للأسف بسبب عوامل التعرية والسيول، لو انت مشيت الكورو للأسف حتلاقي انه المقبرة بعانقي غمرت المويه وتهدمت، وما حتلاقي من باقي ملامحها في المقبرة دي او المقابر التانية اللي معاها الا باقي الوان. وزمان اول ما البحثات بدأت تجي وتنقب على الآثار دي كان بيوظف الناس اللي بيحفروا من قرية الكورو نفسها، وبعد ما الموقع السياحي يتكشف ويظهر لهم ناس الكورو قالوا لنا انه كانوا بيدوا الحفارين دي الإجازة وبيتمنعوا انهم يدخلوا الموقع لحد ما يدخلوا ويشيلوا اي حاجه مهمه في المقبره دي. بس الحاجه ممكن يكونوا هم ما قدروا يشيلوها هي الرسائل والرسومات المرسومه في الحيطه دي، وفي واحده من المقابر اللي هي لسه موجوده، والمكان ده لسه سيول حتى ما قدرت تخربه بالكامل. والمقبره اللي حنتكلم عنها يوم والليله هي مقبره الملك تانوتمان. الملك تانوتمان هو ابن اخت الملك بعانقي. في الوقت ذاك الملوك كانوا بيتورثوا من الام ما بالاب. ده كان بيوريك قدر كيف في الوقت ده كان المرأة عندها مكان ومرتبة عالية ومؤثرة جدا في المجتمع. أول ما تدخل مقبرة تانوتمان بتنزل السلم، أول حاجة بتلاحظها هي الرسومات المرسومة على جدران المقبرة دي، وهي بتشرح لك قصة الملك وكيف كانت فترة حكمه، ده غير الطقوس اللي هي كانت بتتعمل قبل الدفن ووقت الحساب ولحد ما يصل العالم الآخر. حاجة تانية من الحياة اللي انت كان مفروض تشوفه في المقبرة دي لكن ما حتقدر تشوفها هو التابوت اللي كان مخطوط فيه، والكان بيميز التابوت ده انه فيه 99 كوبرا محاوط التابوت معمولة من الذهب. والرسومات اللي هي في جانبين المقبرة اللي هي الشمس من الجهة الشرقية والقمر من الجهة الغربية والنجوم في سطح المقبرة، ودي كانت بتعني ليهم زمان انه ما دام الشمس بتشرق وبتغرب معناته انه الحياة مستمرة. بعد ما تطلع من المقبرة دي بيلاقيك موقع أثري من حقبة تانية اللي هي الكنيسة من العصر الكنائسي أو المسيحي زمان. زمان الكنيسة كانت مفتوحة وكان ممكن تنزل وتشوف الحجرات اللي فيها تحت من قريب، لكن الفترة الأخيرة اتقفلت وتصورت عشان كمية الناس، ولعدم فهمهم بأهمية الآثار دي كان بيكتبوا تذكارات في جدران الأماكن دي كده. دي كل الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها في موقع الكرو الأثري. ده غير انه تاني في هرم كبير في الحته دي لكن لسه ما اتفتح. هل في زول فيكم عارف معلومه انه الهرم ده كان بيستعملوه لشنو؟ لو عارفين يا ريت تورونا. وبس دي كانت معلوماتنا اليوم والليله، ومستنيين لكم في رحلتنا الجايه، وشكرا لكم كثير.